يومكم سعيد وشهر سعيد 1 سبتمبر يا رب، شهر ربنا يدينا خيره، ويا رب شهر كل أيامه طيبة، وكل الأمنيات دايما من الستات لمشاهدي الستات، وكل الأمنيات بالصحة والخير. صباح الفل ومساء الفل، الأحلام كيف. صباح الفل عليك يا سويسة، صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة على مباشرة والستات على النهار. ويا رب يبتدي سبتمبر والحر يهدى علينا شوية. صحيح احنا يعني مش بنحب البرد، بس يعني الحر ده حر جاحد، فاحنا عايزينه يهدى، فنشوف كده ربيع خريف، نشوف حاجة هادية كده ان شاء الله. من الشخصيات اللي ليها دايما مواقف إنسانية مؤثرة وملهمة، هي لما إنسان ما بيقفش، أو النجم في الفن أو في الثقافة ما بيقفش عند مهنته، بل بيدي مواقف إنسانية وبيدعم وبيبقى ملهم وبيبقى نموذج في العالم، ده بيبقى أحلى، أو بيديله قيمة أخرى، أو بيديله إضافات أحلى بكتير جداً، رائعة مع روعة ما يقدمه. يعني لو حد بس هو شغلته فنان أو لاعب كورة بس مشهور من غير ما يكون عنده مواقف إنسانية، ما بيبقاش بقيمة اللي بيبقى عنده فن رائع لكن مواقف إنسانية في منتهى الروعة. أيضا أنجلينا جولي من الشخصيات دي، وعملت موقف إنساني خلت العالم كله يتكلم عنه. في ده هتقول لنا ايه هو؟ طبعا انجلينا جولي في مهرجان فينيسيا، ومهرجان فينيسيا السنه دي في النسخه بتاعته مهرجان تقيل جدا، في نجوم كبيره جدا جدا بتحضر المهرجان ده. رجوعا لانجلينا جولي، هي موجوده في المهرجان لان افتتاح الفيلم او الفيلم الاساسي اللي هيفتتح بيه مهرجان فينيسيا دورته السنه دي كان فيلم ماريا، مقتبسة من قصة مغنية الأوبرا أو مغنية الأوبرا الشهيرة اللي كان متجوزها كان متجوزها أوناسيس وسابها لكيلي لجين لحد مشهور يعني. المهم في الريد كاربت ده وهي موجودة ناس كتير جايين يسلموا عليها وياخدوا أوتوغرافات، من واضح إن كان في حد هي كانت عارفاه، ولكن هو كان عنده مشكلة في ضمور في العضلات وكان على سرير. فالحلاوة بقى في اللي احنا بنتكلم فيها ايه، فكرة استقبال النجم الكبير بكل الشياكة اللي هي فيها، بكل أناقتها، بكل ان هي عارفة ان لسه داخلة الحفلة، وتوطت له كده وقعدت على ركبها هذا الرجل المريض اللي جاي لها مخصوص على سرير علشان خاطر يشوفها ويسلم عليها. هي كمان رحبت بيه بمنتهى التواضع، ما همهاش في وسط الناس، ما همهاش لبسها، ما وطتش، وهي كانت هيبقى ليها مليون عذر لو ما نزلتش على ركبها. لكن المنظر ده انجلينا جولي انا بعتقد ان هي فعلا طول الوقت وهو بيساعدها على الراجل انها تقف، الست دي فعلا تستاهل لقب هي علشان كده هي اختيرت سفيرة النوايا الحسنة، يعني لجائزة المرأة الأكثر تأثيرا على مستوى العالم. وزي ما انت بتقولي علمينا سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين، والمفوضية التابعة للأمم المتحدة، وزارة مخيمات اللاجئين في أكثر من 20 دولة. وعشان كده هي دايما بتلقب بنجمة الإنسانية، وتحديدا من 2007 وهي ملقبة أو أخذت هذا اللقب. أنا عايز بس أقول لكم على حاجة علشان الناس كلها تبقى أنجلينا جولي عارفة إن الراجل ده هيجي يسلم عليها، لأن مفيش حاجة بتحصل على الريد كاربت من غير ما المساعد بتاع النجم أو مدير أعماله يبقى عارف مين هي هتقف مع مين وهي هتسلم على مين. ومع ذلك هي ما اعترضتش، هي ما قالتش لا اصل انا هبقى مش جاهزه، انا لا بالفستان بتاعي باللوك بتاعي، طب ما انا ممكن اخده او اسلم عليه في احدى فعاليات المهرجان. هي ما عملتش كده، هي وافقت دايركتلي ان هي تسلم عليه، وهي نازله من المركبه مشيت راحت نازله على ركبها سلمت على هذا الرجل. الفكره في ايه؟ الخبر اللي احنا بنقوله، فكره ان الربط ما بين الشهره وانك انت تبقى ايكون لحد من معجبينك، وان انت تبقى في نفس الوقت متواضع لدرجه انك تقابل معجبينك بشكل
هم نفسهم يقولوا واو، ايه الشياكه دي، ايه الجمال ده، ايه التواضع ده، هو ده الشيء المطلوب. واللي عملته هي نجمه النجوم انجلينا جولي، يعني ما فيش اكثر من عشان كاتب ايطالي اللي هي شافته اللي هو مصاب بضمور العضلات وجاي الحفل على سرير، وهي اول ما شافته نزلت وعملت المشهد اللي احنا شفناه ده، وقعدت جنبه دقايق تتكلم معاه وهي بتطبطب على كتفه بلطف. المشهد طبعا اتصور فيديو وعمل اعجاب وحصد اعجاب الملايين في العالم علشان تفضل هي نجمة الانسانية. اللقطة التانية كان كمان ظهورها لما طلعت على المسرح عشان تتكلم وتستلم الجائزة بتاعتها، الناس فضلوا يسقفوا لها 8 دقايق متواصلة دون توقف. هي في اللحظة دي ما قدرتش تمسك دموعها وبكت من تأثير الناس وتأثرها بحب الناس ليها. وهو خلي بالك يا سوير ان انجلينا جولي بقالها سنين ما عملتش غير ماجنيفيسنت، وبعد كده الفترة دي كلها انجلينا ما عملتش الافلام اللي تخليها تبقى عندها فيلم في السوق زي ما بيقولوا. اختيارها الفترة اللي فاتت واحنا بعد ماجنيفيسنت ابتدينا نلاحظ ان انجلينا حابة تعمل يعني زي ما يقولوا اوتوبايوغرافيز لمشاهير، او الفيلم ده مقتبس من قصة حياة ماريا المطربة الشهيرة اللي كانت بتغني في الأوبرا، بس آخر 10 سنين من حياتها هي أخدت الدراما الأخرانية بتاعت حياتها، بتاعت لما أناس سابها وهي راحت في فرنسا، وآخر وقت من حياتها لما كانت منعزلة وعرفت أن هي عندها المرض الخبيث وإزاي واجهته وإزاي قدرت أن هي حتى في آخر أيامها تبقى الصورة الحقيقية للمرأة القوية. فأنجلينا جولي حبت ان هي تطلع بنوعية الافلام دي الفترة دي، واعتقد ان هي كمان مترشحة للأوسكار، لان من ضمن البريس كونفرنسز سألوها قالوا لها انت دورك بعد ما الناس 8 دقايق يسقفوا بمتواصل، وده اللي خلاها تبكي. خلي بالكم كل حاجة بتتبني على بعضها، فكرة الثمان دقايق دي مش اي حد، لان اللي موجود جوه هم فنانين، هم نقاد، هم ناس من اللجنة بتاعت الأوسكار، يعني ناس كبار جدا. لما يقعدوا 8 دقايق يسقفوا لنجمة من النجوم، اعرفوا على طول ان الفيلم ده اتاخد بالنجمة لكاتيجوري انها ممكن تترشح لأوسكار. فحتى هي لما اتسالت قالت انا يعني عمري ما وانا بعمل الاداء ده عمري ما فكرت ان ممكن اخد اوسكار، بس دلوقتي طالما انتوا قلتوا فده يخليني ابقى خايفه اكتر. ده حقيقي هنا تاثيرها على الناس، يعني النجوميه الحقيقيه في فكره انت بتاثر ازاي على الناس في اللحظات اللي زي دي، ان العالم كله يقف تحيه واحترام ليك ولانسانيتك قبل فنك، ان العالم كله ينحني ليك ويسقف لك عشان انت انسان زي. في نقطه كمان مهمه جدا لازم ناخد بالنا من لبسها، هي بتدي رسائل بدون ما احنا يعني من غير البهرجه. هو الملفت ان الناس قعدت تعلق على ايديها عشان هي خست قوي، يعني مهتمين بتفاصيلها يعني هي جميله في كل احوالها. هي مش موضوع خست، اولا لو احنا اتكلمنا على لبسها هنقول ان انجلينا جولي قدمت لنا الالوان الموضه بتاعت الشتاء، الاسود والبني والكامل اللي هو الافتح منه، لبست الثلاث فساتين بهذا السيكونس اسود، ده كان الافتتاح قبل اول ما وصل كانت الاسود في حفله اللي عملوها قبل كده كان بني اغمق شويه من البيج والفرو موضه. ده الست دي خلاص كده قدمت لنا قد ايه البساطه السنه دي، ان مهما انا ممكن اكون لابسه وفي مكان سواريه لكن البساطه هي الاساس، لا انت شفتيها بحلقان ولا خواتم ولا غوايش. فكره بقى ان كل الناس سابوا الفكره دي وابتدوا يبصوا على العروق اللي في ايديها، ما تنسيش ان هي مريضه كانسر طبعا، وما تنسيش ان هي اخذت كيمو، وما تنسيش ان هي شالت جزء كبير من او اعضاء مهمه عندها خوفا من ان الجين بتاعها موجود. ان لازم الناس تبطل تركز في التفاصيل الشخصية، يعني في تفاصيل شكل الناس إيه، حتى مهما كانت نجمة انت
قدامك نجمة كبيرة في الإنسانية وفي الفن، ما ننزلش بالتطفل وبالفضول السلبي للمرحلة دي. بس هو ده تطفل عالمي يا سوير، يعني عشان أيوة ما نظلمش الناس، احنا بس هو تطفل عالمي، العالم كله، كل صحافة العالم ابتدت تتكلم على ايه اسباب العروق الكبيره اللي باينه. أيوة، هل هو خسسان او الصحافه مرض؟ اللي احنا بنسميها الصحافه الصفراء. بس انا عايز اقول لك على حاجه، مش كل الصحافه، مفيش حاجه بتروح من عينين الناس اللي بيبقوا حوالين النجم، هم عارفين ان ممكن ده يبقى مسار جدل او بتاعه، ومع ذلك هم ما فرقش معاهم، وهي بالذات ما فرقتش معاهم. انجلينا جولي دي انا اعتقد ان في يوم من الايام هتيجي نجمه صغيره لازم تعمل قصه حياتها، زي ما هي عملت قصه حياه ماريا كده، انا اتوقع في يوم من الايام هيبقى في قصه حياه انجلينا جولي، لان هي فعلا من الضياع للتين ايجرز بكل مراحلها السايكوباتيه، لانها تعدل نفسها، انها تبقى نجمه، انها تحب وتتحب، انها تبقى ام عظيمه، انها تتكسر، تبقى انسانه رائعه وبتهتم بكل الناس اللي هم ممكن يبقوا مهمشين في العالم، هي بتهتم بيهم وبتروح للاجئين وبتروح وبتتبنى، بتعمل حاجات انسانيه رائعه جدا. هي زي ما قال محمد منير، ربنا يشفيه يا رب، ولازم يا رب كلنا ندعي له، لا يهمني اسمك ولا يهمني عنوانك ولا لونك ولا بلادك، يهمني الانسان ولو ملوش عنوان. هي دي الحدوته وهي دي انجلينا جولي. نيجي لحدوته تانيه، حدوتة من أجل الترند، واضح من الترند عمل مشكلة كبيرة جدا لناس كتير، أو ممكن يبقى فراغ مثلا. إيه يعني القصة اللي حصلت إن شاب يتفق إن هو عريس وبيتخطف وأهله يتخضوا عليه وصحابه، فنكتشف ان هو متفق مع اصحابه على اللقطه دي عشان الترند. يا ريت ربنا يحفظنا جميعا من لقطات الترند. شفتيها ازاي؟ حسيت ان هو عايز يعمل حلقه من حلقات رامز، عارفه انت الطريقه دي، كاميرا الخفيه. الفكره في ان انا مش عارفه اقول لك ايه، يعني انت يعني ايوه كل الناس دي وانت فاهمهم، يعني كل الناس دي بيمثلوا معاك، هو ده السؤال. لان انت اكيد مش عريس، فبالتالي هم شايفينها لعبه بس البنت بفستانها بمكياجها بالمعازيم اللي موجودين بكل واحد بيصرخ وبيلطم، هل دول حقيقيين ولا انا اسقط في يدي؟ يعني انا ما اقدرش اقول اي حاجه، انا مش فاهمه حاجه. انا كل انا فاهماه ان اكتشفنا ان الولد ده طلع بلسانه قال يا جماعه ايه انا كنت بعمل عليكم مسرحيه. طيب يا عم شكرا، ما عنديش حاجه ثانيه، ما مش هقدر اقول لك اكتر من كده، لان عد يعني احنا في مرحله عدت فكره ايه اللي انت عملته ده، او ليه، او عشان ترند، او عشان فلوس. الموضوع عدى المرحله دي، مفيش غير ان الناس اللي على السوشيال ميديا هم اللي دلوقتي بياخدوا الحق منك، يعني هم دلوقتي الناس اللي عاملين عليك حمله ان انت ازاي تعمل كده، ان انت مش المفروض تعمل كده. احنا قلنا في خطوره رهيبه علينا من اليوتيوب وفلوس اليوتيوب والترند والدولارات والكلام ده كله، احنا قلنا الكلام ده، لكن ما عنديش اللي يدور على ترند يبقى يشوف ترند ايجابي، بلاش الترندات السلبيه. من الحاجات السلبيه لحاجه في ناس كتير جدا شافتها حاجه رائعه جدا، وهي بالفعل فكرة هايلة جدا، إن شاء الله يكون التنفيذ بنفس روعة الفكرة. عربي، تاريخ، دين، ثلاث مواد مهمة جدا بقوا لزاميين في المدارس الدولية، لأن احنا طول الوقت بنشوف الولاد بيكتبوا العامية غلط، مش بيكتبوا العربي غلط، بيكتبوا العامية غلط. ففكرة إن دي حاجة إيجابية في وزارة التربية والتعليم، وان القرارات دي فعلا حاجة إيجابية وبتحرك المياه الراكدة، ومحاولات مهمة جدا علشان ولادنا يبقى عندهم يبقوا أقوياء سواء في العربي
أو في التاريخ أو في الدين. الحقيقة السياسة التعليمية اللي موجودة الفترة دي واللي بيتم الإعلان عنها كل يوم في خبر مختلف أكثر من رائعة في أكثر من مرة، آخرهم الخبر ده. أنا نفسي ما كنتش أعرف أو ما خدتش بالي إن الانترناشنال سكولز ما بيدوش عربي ودين في كيجيز. يعني الخبر خلاني أقول إيه ده؟ ليه؟ يعني إنتوا في مصر، انتوا في دولة عربية بديانتها واللغة بتاعتها، ازاي انا في الكي جي 1؟ اعتقد هم كانوا بيدوا عربي مش بيدوا دين. لا لا ماشي، بس الفكرة في ايه؟ ان جه حد عمل لك سبوت لايت، انتوا بتعملوا ايه؟ وهو ده القرار الصح. احنا محتاجين ان احنا نعلم ولادنا الانتماء، والانتماء بيجي من خلال ان احنا نعرف ديننا وان احنا نعرف لغتنا، وان احنا الولاد الصغيرين عارفين الالف ب س ت س ش، التاريخ بتاعنا حتى ولو باسلوب بسيط قصصي مختلف، يتعمل لهم كتاب قصص عن التاريخ وعن مين ملوك الفرعون، الفتره الفرعونيه والفتره العباسيه وهكذا وهكذا وهكذا. الجمال بقى عشان ياكد على البصمه في السياسه التعليميه الجديده ان خلاها من ضمن المجموعه. يعني ايه؟ منع اي نوع من التحايل في فكره ان احنا بناخد عربي. لا يا جميل، انت هتمتحن فيها وفي ماده سقوط ونجاح، ولو ما نجحتش فيها هتعيد السنه. فده اللي كان المفروض يحصل من زمان. انا شايفه ان عيب ان احنا كنا نخلي ولادنا في اي نوعيه تعليم فاقد فكره الدين والتاريخ واللغه العربيه. يعني لا، في أي دولة تانية مش هتلاقوها ده بيحصل. ليه كان بيحصل عندنا؟ سؤال كبير. في مرحلة الكيجي لازم يدرسوا عربي، ومن أولى ابتدائي والثالثة ابتدائي هيدرسوا عربي ودين، ومن رابعة ابتدائي لحد التالتة اعدادي هيدرسوا الدراسات والتاريخ، وهيتم تدريس المواد دي طبقا لكتب ومناهج الوزارة على أيامنا. يتم تدريسها في المدارس الرسمية على أيامنا. إحنا كنا كده، وانا اعتبر مدرسه انجليزي مثلا. انا فاكره كتاب الخط، انا فاكره من وانا صغيره الف ب، والكراسه بتاعتنا والكراسه اللي فيها سطرين، والالف لازم يبقى واصل من السطر ده للسطر ده، والهمزه فوقيه عشان اعرف اكتبه. فبقيت عارفه ان ده الف، عارفه ان ده ب. وبعدين بعد ما اقعد اول جزء من السنه اكتب الحروف ده، انا وانا في كي جي بص انا حافظه قد ايه. في كراسه تانية عشان نبتدي نكتب بطه، بنت، ولد. لا هو ده صح، هو ده الصح طبعا. وعشان كده الاجيال يمكن الاكبر خطهم حلو جدا لان هم متاسسين صح. المهم ان المناهج دي مش هتبقى مناهج خاصه بالمدارس الدوليه، لا هي مناهج خاصه بوزاره التربيه والتعليم فقط. العربي والتاريخ هيدخل في المجموع الكلي كل سنه، والدين هيبقى ماده سقوط ونجاح. نفس الكلام حتى لو واخد سنوية من أي دولة لازم يجي هنا يمتحن عربي وتاريخ ويضاف لمجموعة عشان يوازي الثانوية العامة المصرية. وده أكيد هيخلينا الظاهرة اللي موجودة دلوقتي تختفي، إن خريجين مدارس الدولية مش بيعرفوا يكتبوا كلمتين عربي على بعض، ولا حتى العامية بيكتبوها صح، ولا بيتكلموا عربي، وبتخلوا إن هما لما يقعدوا يكلموا بعضهم بالإنجليش أو بالفرنش إن دي حاجة يعني بتميزهم، وإن دي حاجة لطيفة ومهمة، ويعني أنت كأنك غريب في بلدك. فالقرار مهم لتقوية الهوية وربط الجذور بالبلد أكتر. يعني أكيد مش حاجة حلوة إن أولادنا يكبروا ما يعرفوش لغة بلدهم ولا يعرفوا تاريخها. في خبر بيقول إن المشاعر لا تعرف السن، وإن فكرة الحياة ممكن تبتدي بعد الستين، وإن مفيش حاجة اسمها يعني ده لما بيحصل بره احنا بنقول اصلها ثقافتهم. لكن احنا شفنا نائبة وصحفية وشخصية جميلة وقوية الأستاذة نشوى الديب، عملت نشرت صورها وهي بتتجوز وبتقول مفيش حاجة اسمها مستحيل. جمالها وشجاعتها ان هي ما
خافتش من فكرة كلام الناس وأصل السن وأصل كذا وأصل طول الوقت إحنا أسرى فكرة نظرة الناس وكلام الناس. فهي عملت حاجة نتمنى إن هي إن الناس طالما بتعمل حاجة صح هي اتجوزت وما اعترفتش بفكرة السن ولا إن أنا الناس هتقول إيه. ألف مبروك لسيادة النائبة طبعا. مبروك. طب في ترند يعني أنا عجبني ترند نيته حلوة وممكن في معلومات صح وفي معلومات مش صح. الترند ده اتصدر اختبار اللهجة الفلاحي. بصراحة الترند ده يستحق مننا التشجيع بس بشكل ايجابي. بمعنى ايه؟ ان انا عارفة ان في ناس كتير جدا وانا واحدة منهم جذوري من الفلاحين الشرقية، اهلي وابويا امي، لكن في بعض المصطلحات بجد احنا ممكن نكون مش عارفينها. فكرة الترند ده خلانا نفكر اكتر من مرة معنى الكلام ده ايه. احنا ما بنسمحوش كتير وبرضو ما حدش يظلمنا، احنا ما بنسمحوش كتير. يعني مش شرط ان اكون عارفة الترند او عارفة الكلمات ده، او لو انا مش عارفة يبقى تقصير مني. لا، هو فكرة ان انا ممكن ما اكونش بزور كتير البلد، ما بروحش كتير، ما بنقعدش كتير، لكن مش معنى كده ان احنا مش فلاحين زينا زي كتير من الناس اللي عايشين في بلدنا الحلوة. انا اعتقد ان اغلب الناس اللي موجودين في القاهرة احنا بس الدنيا اخدتنا يا من الريف واجي بحري يا من الصعيد واجي ابني. نادرا لما تلاقي حد ملوش اصول من هنا او من هنا، فاحنا اصولنا اغلبها من الواجه البحري الريف او من الصعيد. في اختبار بقى من 20 سؤال بيقولوا اللي جاوبه يبقى فلاح ابن فلاحين ومحتفظ باصوله بجداره، واللي جيب درجات قليله يبقى القاهره أيوة. طمست اصول. انا اعترف ان الناس كتير القاهره طمست اصولنا، مش تقصيرا والله، عشان بس الناس ما تفتكرش حاجه، احنا مقصرين في ان احنا ما بنروحش البلد، الظروف والدنيا والشغل، لكن في ناس محافظة على جذورها. يعني أهلهم بييجوا، أنا كل أهلنا مثلا جم هنا مصر، جم هنا القاهرة، فمبقاش عندنا المساحة إن احنا نروح نتعلم. يعني سهير قعدت طلعت الكلمة اللي أنا عارفاها فاكرة نفسي شاطرة فيها، المنظرة. المنظرة المهم إن هو جاوبها، واللي عمل له الاختبار يعني إداله المنظرة إن هو صح، وهو هو قال غلط، واللي عمل الاختبار هو ما يعرفش برضه. بصي، انا كان كل اللي انا فاكراه، او يعني فكره خد ضيوف للمنظره. ايوه صح كده. المنظره دي انا اعتقدت المنظره هي القعدة البرة اللي هي بتبقى في داخلة البيت مثلا، او زي بلكونة كبيرة الرجالة قاعدين في المنظرة. لا، البلكونة دي عندنا احنا بنقول بلكونة، بس هي القعدة اللي برة المفروشة حلو. سوير قالتلي لا مفروشة. لا، القعدة اللي برة اسمها براندا مش منظرة. براندا يسموها براندا، لكن المنظرة دي زمان في البيوت القديمة، دلوقتي ما بقاش اعتقد في القصص دي. في البيوت القديمة كانت زي الصالون، دلوقتي بقوا فيه عادي صالونات، لكن زمان كانت هي زي الصالون، والمنظرة دي كانت بتتفتح للضيوف، والناس العائلات الكبيرة كان بيبقى عندهم اكتر من منظرة او منظرة كبيرة عشان الناس اللي تيجي ضيوف يباتوا في المنظرة. المنظرة؟ ف ده انا خدتها بعيد قوي، ده انا فاكرة انها البلكونة الكبيرة. لا، البلكونة دي اسمها ده طلعت اسمها براندا. ماشي اوكي. المهم ان هو في ناس عملت الاختبار ده وشافت ان هو انا هاخد الاختبار ده، انا عايز الاختبار. وفي ناس قعدت تسخر منه وقالت ان هو ملوش علاقة بالفلاحين. لا، هو ليه علاقة بإن إحنا نبقى محافظين على مجموعة هو بيتكلم ألقاب وأسامي حلوة إن إحنا نبقى عارفينها إن هي موجودة. مثلا الكلمة الثانية الأردب، الأردب دي أنا بسمعها في الأفلام، اللي هي أردب اللي هو زي أردب قطن، زي وحدة قياس يعني. قمح يعني نقدر نقول تجاوزا زي الكيلو، وحدة قياس يعني بالظبط. التانية دي معرفهاش، عمري ما سمعتها.
طب هنجيلا، بس انا عايزه اقول ان النجم الفنان كبير صبري فواز، احنا بلديات، عشان انا نصي كفر الشيخ ونصي شرقاوي من الشرقيه، ده جدي اللي ابويا، بس انا يعني ما رحتش خالص الشرقيه، لكن طبعا اكيد عشت في كفر الشيخ. قال انا اسف لكن دي الحقيقه، لا انتم فلاحين ولا اللي بيعملوا لكم الاختبار فلاحين. فهو يمكن لما شاف ان الناس اللي يعني مثلا كلمه مندره اللي جاوب عليها فهو اعتبر ان هو صح، فهو مش عارف. فيمكن برضو انا بشوف ان مع احترامي ليه طبعا وكل الاحترام ليه، لكن استاذ صبري ممكن انت تملك ادواتك، وممكن ناس تانيين بيحاولوا يجتهدوا، وممكن ناس كتير بيكونوا بيتكلموا بانواع ولهجات مختلفه ومعاني كلمات في نفس المنطقه بس مختلفه. مش شرط ان احنا نطلق الاتهام على حد انتم مش فلاحين، لا، كلنا من اصول فلاحين واهالينا فلاحين، لكن هي الفكره احنا ما قعدناش بفتره كفايه. ممكن تكون حضرتك لسه مكمل مع قرايبك هناك، وده متعه. ممكن غيرنا يكون مقيم وبيروح وبيجي مصر فيعرف اكتر منك. يعني لا نوجه الاتهامات ان احنا وانتوا وانتوا واحنا، في بس هي ان احنا مش كلنا عايشين في نفس المكان. بس هي في صوره متصدره، يمكن هو ده اللي كان صبري يقصد عليه. الصوره متصدره غير حقيقيه بجد. الرقي والذوق والاصاله والعطاء والتواضع والكرم زي ما هو وصف، دي موجود فعلا في الريف المصري وفي الفلاحين المصريين في دلتا مصر، في اللي برضه عندهم مصطلحات محدش طبعا يعرفها. لا يعني الكرم هو موجود، احنا كمصريين احنا كرمه في كل ان كان فلاحين او صعايده، فبالتالي في جزء من نصنا فلاحين ونصنا صعايده، فالكرم موجود عندنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني بس الترند ده من الترندات الدمها خفيف، وانا احب ان انا اجاوب على الاسئله لتقويه معلوماتي الخاصه باللغه، ده مش عيب، ده ما يمنعش. كان في حكايه كده بتقول الخير ما طلعش من مصر، ودي لها قصه تاريخيه معروفه، والكرم برضو ما طلعش من مصر. ان مكان وجه بحري او وجه ابلي، يومكم زي الفل. عندنا حلقة مهمة جدا، والأهم هو دايما وجودكم معانا. نطلع فاصل ونرجع نبتدي حلقة. التالي اضطرابات الطعام النفسية. هل تخيلت يوما أنك مهووس بطعامك ووزنك أو شكل جسمك؟ تلك الحقيقة التي صدمت البعض ولا يدركون أنهم يعانون من اضطرابات الطعام، وهو مجموعة من الحالات النفسية التي تسببت في ظهور عادات أكل غير صحية. فهناك أنواع عدة من اضطرابات الطعام، مثل فقدان الشهية العصبي واضطراب الشراهة وغيرها، والتي يتعرضن لها النساء والأطفال والمراهقات بحسب بعض الدراسات. فماذا تعني اضطرابات الطعام النفسية؟ وما أشهر أنواعها؟ وما أبرز الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بواحد منها؟ وبنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين. وزي ما شفنا في التقرير، اضطرابات الأكل من المشكلات الكبيرة اللي احنا ممكن تقابلنا، لأن الأكل في حد ذاته هو نعمة، لكن بالنسبة لبعض الناس بتتحول النعمة دي لنقمة، بتسبب مشاكل صحية ونفسية، بتأثر معاهم ممكن لفترة طويلة. مش كل الناس بيقدروا يخرجوا من اللي بيسميه الطب النفسي اضطرابات الأكل. أكتر الناس اللي بتعاني من مشاكل في طريقة الأكل لأسباب كتيرة، بيبقى عندهم سمنة مفرطة أو نحافة مفرطة، لكن الأهم
هو الأسباب النفسية. احنا عندنا مجموعة من البنات اللي عندهم من الشجاعة وعندهم من المحنة ومن التفاصيل الطويلة ان هم يحكوا لنا التفاصيل اللي مروا بيها، وبينورنا زي كل يوم حد صاحب البيت دكتور نبيل القط. اهلا بيك. والثلاث أمارات اللي كلهم شجاعة وكلهم حيوية زي ما احنا هنشوف دلوقتي معانا. رحمة محسن اهلا، اسمك حلو يا رحمة. ومعانا ديانا عياد، انتوا كلكم اسماءكم حلوة، وسهيلة كمان اسماءكم جميلة وانتوا رائعات. اهلا وسهلا بيكم مرة تانية، واحنا جاهزين ان احنا نسمعكم اكتر ما نتكلم عن اي حاجة تانية. وانت معانا يا دكتور نبيل. نبتدي برحمة. المنظر اللي قدامي دي بنوتة امورة وشها زي القمر، جسمها رائع، بس الخط ده ان انا اكتشف ان انت كان عندك مشاكل مع الاكل، وان انت كنت شايفه نفسك مش حلوه، وان التنمر وصلك لمرحله من البهدله النفسيه زي ما بالظبط. ممكن نتكلم مع القصه الاولانيه ازاي حصل الكلام ده؟ هو الكلام ده حصل، هو انا دلوقتي عندي 22 سنه وطالبه علاج طبيعي في سنه 5 وفيتنس كوتش ونيوتريشنست. ابتدى الموضوع معايا بصدفة من 3 سنين، أنا كنت زيادة شوية في الوزن، فصدفة أخويا قال لي أنا هروح الجيم وهعمل دايت وبتاع، تعالي معايا. زيادة في الوزن قد إيه يعني؟ يعني كنت، أنا مش بحب أقول قوي لأن الموضوع ده بيتريجر عند بنات، بس أنا كنت حاجة و70 وكان يعني الفاتس كلها كانت مليانة عند بطني ورجلي وكده، يعني ما كنتش يعني فعلا كنت زيادة. أيوة في الوزن شوية. 70 على الطول ممكن يبقى يعني مليانه شويه. بالظبط. وكانوا البرسنتج اكتر فاتس والماسلز كانت بيلون نورمال. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان انا رحت الجيم وواحده واحده ابتديت اشوف فيديوز ازاي اعرف اخس. لا لا انا عايزه اعرف ايه التروما جات لك منين؟ التروما بان انا على طول كان انا مثلا وزني زياده، فاللبس بجيب سايز اكبر من صحابي، كانوا صحابي زمان في المدرسه انت تخينه شويه، الكلام ده من وانا صغيره يعني. فالتروما من وانا لسه صغنونه، وكمان موضوع اللبس والمرايه والصور وبطني في الصور بتبان، طب رجلي كده، فهي كلها حاجات بتتخزن اصلا في السبكونشس، يعني احنا بناخد اكشن عنها عشان هي بتبقى متخزنه جوانا. فواحده واحده قلت خلاص هروح الجيم واظبط اكلي واظبط جسمي وخلاص تمام. وانت في سنه كام يعني؟ امتى بداتي تفكري ان انت تنهي قصه التنمر؟ كان عندي 19 سنه. فابتديت. لما حصل ايه؟ حصل ايه؟ انا ما يهمنيش ابتديت، يعني انا مش حسيت قوي. انا عايزه اعرف القصه ما قبل مروحك للجيم. قبل مروحي للجيم حته ان انا على طول وزني زياده واللبس بجيب مقاسات كبيره، فروحت الجيم وابتديت اخس كتير كتير كتير. نفسيا انا كنت متضايقه من الموضوع ده، كنت على طول بسيب اكل البيت واكل حاجات من بره ماكدونالدز. كانت علاقتي بالاكل ان هو سعاده، يعني نفسيا انا يعني كنت، يعني كان عندك شراهه في الاكل. كنت يعني بحب اكل حاجات تنمر باكل زياده. 19 كان كنت على طول بعبر عن مشاعري بان انا هروح اجيب اكله حلوه وتكون لازم تكون جانك فود، يعني كنت بسيب اكل البيت واروح اجيب اكل من بره. واحده وقفت ده. واحده واحده وقفت كل حاجه. لما حصل ايه؟ لما حصل ايه ان انا صدفه في الاجازه وداخله سنه تانية في الكليه، وكنت ساعتها وزني زاد، يعني كنت ساعتها يعني وقفتي على الميزان. لما رحت الجيم. هي لما راحت لما الجيم ما هي كانت تشوف الناس حواليها وابتديت تبص على نفسها وهي بتلعب رياضه، ده كان تريجر بالنسبه لها ان هي تبتدي تهتم بوزنها. بالظبط. انا فاهمه، بس احنا عشان احنا بنتكلم النهارده في الحلقه، الناس اللي الموضوع معاهم وصل ان هي تمنع نفسها من الاكل، ما احنا ممكن تعدي المرحله وتشوف كل ما تبص على نفسها في المرايه تبص تلاقي نفسها انها زياده وهي اصلا نحيفه، ممكن يؤدي الى الوفاه. في حالتها رحمه الحمد لله هي قصتها قصتي انا. مره جيت في المرات وزني زاد وباكل وبحب الاكل وبتاع، قررت اروح الجيم خسيت، ما انا ابتديت اخد بقى من ده حاجه مبسوط. ان انا اساعد الناس، انا ابتديت امنع كل الاكل، ابتديت اخاف من الاكل، ابتديت اقعد يومين مثلا ما اكلش، وبالنسبه لي كل ما اقف على الميزان والاقي ان انا خاسه بالاثنين والثلاثه كيلو دي اتشيفمنت، فانا قصادها مش هاكل. فابتديت اخس لغايه ما وصلت 54، وكل ما اقف على الميزان واعمل ان بادي والاقي الفاتس بتقل اتبسط اكتر واكمل في الرياضه واقعد باليومين ثلاثه ما اكلش. بس هو مش صح ان انت تقعدي باليومين ثلاثه ما هو انا عارفه ان هو مش صح، بس انا كنت بتابع نظام صيام متقطع، وواحده واحده قلب معايا بان انا بخاف اكل اصلا. يعني ابتديت واحده واحده اشوف لما لقيتي جسمك احلو للخوف من الاكل. ابتديت بقى اخاف اللي هو طب افرض كلت الاكل الطبيعي اللي هو فطار او غدا او عشاء، افرض رجعت اتخنت،
فلا ابتديت بقى خالص بمنع وعيش ورز ومكرونه، لا كل الاكل بالنسبه لي بروتين. اوكي طب نتكلم مع ديانا، ايه انت قصتك عامله ازاي ديانا؟ مختلفه ازاي عن رحمه؟ لا انا قصتي ابتدت من وانا صغيره، كنت مليانه شويه. اوكي. فطبعا في المدرسه زمان ما كانش اسمه تنمر، كان اسمه هزار، فكان مقلبظه حاجات دي. ففضلت اكبر كده لغايه لما جيت على سنه 16 ابتدت موضوع الدايت، لو حضراتكم تفتكروا اللي هو الكيميكال دايت، نقعد بثلاث ايام بس بناكل موز وناكل خضار وشويه الحاجات دي. فبدات اعمل دايت عشان انا مش حابه جسمي وكل البنات رفيعه وانا الوحيده اللي مليانه. بدا الدايت ده مع اوريدي انا كان عندي مشاكل نفسيه زي ان انا حساسه قوي، ما بعرفش اتعامل مع مشاعري، كل الحاجات دي. فبدا ان هو من ناحيه انا بتحرم خالص من الاكل، فبرجع افتح جدا جدا في الاكل، فبدات تبقى علاقتي بالاكل مضطربه، حرمان اكل حرمان اكل. ومن الناحيه الثانيه انا بدا يبقى مهرب امن، كل ما ابقى متضايقه مش عارفه اتعامل مع مشاعري باكل. فمع الوقت تطور الى نهم، فانا علاقتي بالاكل حرمان نهم. وفضلت كده سنين طويله لغايه لما قررت ان انا قلت طب خلص اعمل عمليه. كان ساعتها بدات عمليه التثبيس والحاجات دي طلعت. على الحظ عمليتي حصل فيها كومبليكيشن، خرجت منها رعايه مركزه ودخلت في مرحله من العمليات وحاجات كتير قوي. ودي بالنسبه لي كانت النقطه اللي انا وقفت فيها وادركت ان الموضوع ما كانش، لا هو الموضوع ما كانش جسدي خالص، انا عندي مشاكل نفسيه او في تعاملي مع مشاعري. يعني هنا انت ادركت ان انت عندك اضطراب في الاكل بسبب مشكله نفسيه؟ طبعا طبعا، لان الموضوع طبعا الاخصائيين التغذيه ساعتها ساعدوا، لان اي حرمان في الاكل بيؤدي الى نهم، ملهاش يعني هي كده. لا هو الا السؤال اكتر، انت مواجهتك مع الموت خلاكي تقولي اني مش مستاهله، ومش هوصل في المكان ده تاني، مش مستاهله، جسمي تخين، انا رفيعه عجبه نفسي ومش هروح اعمل حاجه لحد، المهم ان انا صحتي كويسه. فكانت دي اللحظه اللي وقفت فيها وقلت لا انا الستريس بتاعك زي مش عايزه ارجع لحد، عايزه انا اعرف ازاي اقدر اساعد نفسي، اني حاسه حواليا مش فاهميني. انت بتروحي لحد اخصائي تغذيه يقول لك انت ما عندكيش اراده فيحرمك، انا مش موضوع ملوش علاقه بالاراده، مين عايز يتحرم؟ لا هي القصه مش حرمان، هي القصه تنظيم بالظبط التوازن. انا عايز اقول حاجه كمان، مشكلة العمليات الجراحية انه الجراحين، في جراحين كتير بيعملوا عمليات مش مطلوبة، يعني تبقى البنت مثلا مرة وربع وزنها مثلا الطبيعي يروح عاملها عملية، وده مش مطلوب خالص. تقدر ان هي بشوية تنظيم زي ما حياتك بتقولي وتنظم اكلها. انا بشوف المضاعفات بتاعت العمليات ديت كارثية على الناس، ولازم اقول الكلام ده علشان في مرحلة سابقة على العملية الجراحية هي ما نستسهلش العمليات الجراحية. طب هنرجع لكم تاني بس نسمع سهيلة. سهيلة يعني امتى اكتشفت ان انت عندك اضطراب في الاكل؟ انا دلوقتي عمري 32 سنه، فانا قعدت 15 سنه عندي بوليميا، فكنت بيحصل لي نهم وبرجع نهم وبرجع. ده اللي كانت عند الاميره ديانا. فده حصل لي، يعني هو حصل لي من وانا صغيره، من وانا طفله. انا كنت مليانه؟ لا انا طول عمري في الجسم ده، يعني في 5 كيلو بزيدهم وبنقصهم. طب ايه اللي وصلك انك تعملي كده؟ عشان اضطرابات الاكل مش بالضروره ليها علاقه قوي بالوزن خالص. يعني انا في مرحله كنت بنتقل من الطفوله اللي انا ابقى ست، في مرحله البيوبرتي. اوكي. فكان جسمي بيكبر. فانا فاكره موقف بعينه وانا بقيس كذا حاجه في البروفه، وبابا يقول لي ضيق. انا طلعت من اللقطه دي بقناعه ان انا اللي تخينه. يعني اذا طفله انا ما كنتش فاهمه، انا خلاص انا تخينه. وانت معجبه بالحاجات اللي بتقيسيها جدا. جدا. هو يقول لك ضيقه فتتقهري. وانا لسه مش فاهمه التغيرات اللي بتحصل في جسمي وايه كل ده، وليه كل الحاجه بقت ضيقه فجاه وكل ده. وبابا ما وضحلكيش ضيقه فين او منين؟ لا، لان احنا من عيله محافظه، فبابا كان محتاج الهدوم تبقى واسعه، وانا بالنسبه لي بقيس مقاسي القديم اللي كنت بقيسه السنه اللي فاتت، وانا جسمي بيختلف. غير كده ان هي كانت وسيله برده، لان كان عندنا خلافات عائليه كتير، كان وسيلة بالنسبة لي اللي أنا لو أنا كان عندي سيطرة على جسمي هبقى عندي سيطرة على حياتي. فأنا كنت حلوة قوي. تفسيرك الحالي. طبعا. لكن ساعتها. لا ساعتها أنا كنت قلت اللي أنا عايزة أخس، أنا لو بقيت رفيعة وصغيرة أنا كل مشاكلي هتتحل، فبطلت أكل. فحصل النهم بعد فترة كنتيجة طبيعية فين ماما وفين غلطة؟ فين عيلتك؟ محدش كان عارف خالص ان انا عندي اضطرابات الاكل طول ال 15 سنة، لحد ما انا، لان هي حاجة سهلة جدا ان انت تخبيها. ازاي بقى؟ عادي انا برجع وكنت يعني طورت طريقة ان انا ارجع من غير صوت، من غير ما حد يسمع، من غير ما حد ياخد باله، وهم كانوا بياخدوا بالهم ان انا ما باكلش شوية، بس انا ما باكلش خالص، كنت باكل معاهم عادي وبرجع. وساعات كان بيحصل لي مره انتبهوا خلال ال 15 سنه؟ ما حدش انتبه، ولا اصحابي كانوا عارفين برضو.
يعني لان انا كان طول الوقت انا كان جسمي كان ساعات جسمي ارفع من كده وكان عندي سكس باكس وكنت رياضيه جدا، فالناس كانت بتسقف لي الله ايه الحلاوه دي، انت شاطره جدا، انت جسمك حلو قوي، انت ازاي عارفه تعملي كنترول كده، الناس بتمدح السلوك. بس انت اندر ويت اغلب الوقت؟ لا انا كنت وقتها جالي فتره كنت اندر ويت. لا انا دلوقتي مش اندر ويت، يعني على حسب البي ام اي معدل كتله الجسم انا مش اندر ويت دلوقتي. فبس انا وزني طبيعه جسمي صغيره وهي مش هتكبر عن كده، يعني انا طول الوقت بقول ربنا خلق شجره كبيره شجره رفيعه شجره صغيره، انا طبيعه جسمي يعني في ناس طبيعه جسمها مفيش جسم رمز للصحه او للجمال. أيوة. كلنا مخلوقين في اشكال. انا عايز اعرف ان انت في ال 15 سنه اللي كنت بترجعي فيهم الاكل انت كنت بتعملي ده بمزاجك علشان عايزه يفضل جسمك كده؟ بس اقل كمان. بس عايزه اقل بس ما كانش بقى الموضوع بيخرج بره مزاجي، انا ببقى في حاجه قهريه بتخليني امرجع. ايه اللي بيخليكي تعملي يعني انت مش مدركه التعود؟ ايه اللي بيخليكي تقومي تعملي تانيب الضمير بقى؟ انا بيحصل شره يعني، فانا بحرم نفسي ما باكلش خالص. شره بمعنى ايه؟ اللي انا فجاه باكل كميات اكل مهوله. اوكي تمام. كميات اكل مهوله تمام. بشكل حيواني يعني كده يعني حرمان تام لان انت لشهيه مفتوحه بقى على كل. وبعد ما تاكلي تقومي داخله الحمام. وبدات جسمي بطل يرجع لوحده في مرحله من المراحل، ما كنتش عارفه ما عرفتش ارجعه، ده من رحمه ربنا يعني. بس بعد كده كنت بروح الجيم بقى اتمرن 4 ساعات اي وسيله تعويضيه باخد ملايينات. امتى حصل لك الوعي؟ امتى انتبهتي للي انت فيه دلوقتي؟ انا كنت يعني انا عشت طبعا وقت كبير جدا في انكار ان ده مش حقيقي، اللي انا بس اهتم بصحتي شويه لحد ما حصل لي. كنت في نيبال، كنت مسافره وكنت حصل لي نوبه نهم قدام الناس، كنت يعني اخده بالي ان الناس مش اخده بالهم او كده، فجت واحده قالت لهم قالت لي هو في حاجه انت محتاج مساعده؟ حسيت اللي هو ايه الاحراج ده كده. بس دي كانت لحظه ادركت فيها ان الموضوع طلع من بره عدس، الموضوع كبير مني قوي، خرج عن سيطرتي، خرج عن سيطرتي خالص. وقعدت بعدها انا عرفت ان انا عندي اضطراب اكل، وهي الست دي كانت اخصائيه نفسيه. كان عندك كام سنه؟ كانتش مصريه. كان عندك كام؟ الكلام ده من 7 سنين بالظبط، يعني كان عندي 25 سنه تقريبا. وقعدت معاكي؟ لا انا يعني انا ما كنتش عايزه اشوفها تاني، حاجه محرجه يعني، ما كنتش ايه كنتش عايزه تشوفيها تاني. لان ده موقف محرج، حد شافك في موقف بتخلصي الترابيزه وانت قد كده، فاللي هو في ايه، وانا كنت رفيعه جدا. بس بعدها انا فضلت اقرا شويه، بس كان بالنسبه لي التعافي معناه ان انا اتخن، وده كان رعب حياتي. وبس واحده واحده يعني لحد ما قررت، يعني الموضوع وصل لان انا قعدت 15 سنه فانا لعبت كل الالعاب، والموضوع وصل معايا لحتت مش كويسه خالص، يعني صحتي اتدمرت بكل الاشكال. يعني انت طول الوقت كان عندك خوف ان انت تتخني؟ يعني هو ده الاسس دي القصه يعني؟ ليه كنت في 15 سنه ما دخلش عندك حد ملوش إجابة. في حياتك على فكره ملوش اجابه، هو صعب جدا اجابته. كل حد اعتقد يعني كل حد حاجه شخصيه زي ما حضرتك قلت، هي ملهاش اجابه، بس انا بالنسبه لي كان لو انا في الجسم ده فانا هاخد حريتي وانا هاخد حب وهاخد تقبل وهاخد حاجات كتير. كنت بتاخدي حب؟ هو ده الكلام الصح. كنت بتاخدي حب؟ ده كان في ظني يعني الوسيله للحصول على القبول والحب من الاخرين. فين اهلها في الليله دي؟ ده موضوع تاني، ما هي بينجحوا ان هم يخبوا الحكايه عن اهلهم. ايوه بس كأم بتلاحظ بنتها. الجمال يا مفيده، الجمال وصيغه الجمال العالمي اللي احنا بنتعلمها من التلفزيون وبتعلمنا من الميديا بتعلم البنت من وهي طفله انها علشان تبقى محبوبه ومقبوله لازم تكون رفيعه زي فلانه وفلانه وفلانه اللي بيطلعوا في التلفزيون زي المودلز. الموديل نموذج، فانا عشان بابا وماما يحبوني ويقبلوني زي ما انا محتاجه اخس. طب انا عايز اعرف هي عالجت نفسها ازاي بدون مساعده نفسيه؟ كانت رحله برضو، لان انا وقتها ما كنت بتعافى من 7 سنين ما كانش حد بيتكلم عن اضطرابات الاكل، ورحت لمعالجه نفسيه في مصر قالت لي انت قعدتي 15 سنه عندك اضطرابات الاكل فده كرونيك، دي حاجه مزمنه فانت مش هتتعافي. قلت لها شكرا. كان وقعدت بقى حسيت يعني انت اتشخصت غلط اكتر من مره. انا اتشخصت حاجات كتير للاسف. والناس يعني انا مثلا اتشخصت
حاجات كتير قوي ليها علاقه بان طول الوقت كان البوليميا بتتقال ليها جزء من اضطراب ثنائي القطب او اضطراب بوردر لاين ديس اوردر. يعني حاجات ملهاش علاقه بالاضطراب. انا شخصت كل حاجه بجد، انا رحلتي مع الطب النفسي سيئه. بايبولر. ايه اكتر الحاجات اللي انت شخصت بيها؟ انا شخصت اي دي اتش دي، باي بولر 2، بوردر لاين. واخدتي ادويه؟ رفضت اخد اي ادويه خالص. رفضت اخد اي ادويه، وانا كنت طول الوقت لو حاسه ان التشخيص بقول لحد ان انا عندي مشكله في الاكل. بص انا عندي مشكله في الاكل، وهي اللي عامله مشاكل النوم وعامله مشاكل المزاج وعامله مشاكل، انا عندي مشكله في الاكل. فيقول لي لا لا ده جزء من ان ده اضطراب شخصيه مش عارفه ايه او اضطراب مش عارفه ايه، ويديني ادويه فاسيبه وامشي. لحد ما قررت ان انا هفهم، انا عايزه افهم ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في دماغي، لان الموضوع كان كله هنا. فايه اللي بيحصل في افكاري، افكاري بتحصل ازاي؟ وقتها قريت كتاب اسمه برين اوفر بنج، وفهمت يعني ايه المخ بيشتغل، يعني ايه البنج، يعني ايه اللي بيخليني انا كبني ادم عندي وعي وقرار. يعني الاندفاع في الاكل، نهم. نوبه نهم. بنج يعني نوبه نهم. ايه اللي يخليني ادخل في النوبه دي بشكل حيواني انا مش قادره اسيطر على نفسي؟ اكتشفتي ايه بقى؟ اكتشفت ان اولا احنا اما الواحد بيحرم نفسه خلاص الـ 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 الغرائز الحيوانيه بتاعت الشخص كانك في وضع مجاعه. انت ما بيفرقش معاكي انت بتاكلي اكل مين ولا بتاكلي ايه ولا بتاكلي ازاي، انت بتروحي تاكلي اي حاجه لان الجسم بيبقى في وضع نجاه وبايدك وباي حاجه ففهمت ان ده مش ذنبي ولا انا مش شخص وحش، وبدا الجلد او اللي هو انت تجلدي نفسك يعني. الذنب والعار اللي مرتبط بالتصرف المقرف اللي انا كنت بعمله ده، اللي انا كنت شايفه اللي هو مقرف، يتفك شويه وافهم اكتر، وافهم ازاي ده مرتبط بمشاعري، وافهم ده ازاي مرتبط بالصدمات النفسيه بتاعت عيلتي، وافهم. كان قعدت سنتين يعني ما بشتغلش حقيقه، ما بعملش اي حاجه غير بتعافى وموقفه كل حاجه، بس بفهم وبقرا كتير وبفهم مع نفسي. بتطبقي اللي انت بتقريه؟ ازاي؟ اكل مثلا؟ يعني انا عودتي نفسك انك تاكلي من غير ما ترجعي ازاي؟ انا عايزه اول لحظه. اول لحظه بالنسبه لي اتعلمت افصل ما بين الارج او الالحاح لفعل حاجه وما بين اللي انا اعمل تصرف قهري. يعني انا جات لي فكره اللي انا اقوم ارجع، ازاي الفكره دي ما تتحولش لفعل؟ ازاي انا ما عنديش سيطره على افكاري خلاص، بس ليا سيطره على جسمي. انت ارادتك وامتلكتي افكارك، اتعلمت على الافكار. بالنسبه لي اتعلمت فهمت جسمي. وانا ممكن اشرح بس اللي قالته ده علشان ده مهم جدا. ده مهم جدا، واشرح لنا هي عملت ايه. ده مهم جدا ومهم في حاجات كتير قوي. فكره انه الفكرة لما تجيلي ما نفذهاش فورا، الفكرة لما تجيلي اعمل شوية حاجات، افكر في حاجة تانية، اضيع وقت شوية، اخش اخد دش بالظبط، فاخد مسافة بين الفكرة وبين التنفيذ. صح يا سهيلة؟ بالظبط. فانا بتعلم ان انا اخد مسافة بين الفكرة وبين التنفيذ، وانس ان انا اتعلمت ده الموضوع بقى تحت السيطرة. يعني اول مرة يا سهيلة انت اكلتي وقعدتي يوم ما ترجعيش؟ بصي انا كنت بقعد كده مثلا عشان ما ارجعش، اقول لنفسي كاني بتفرج على الفكره في شاشه التلفزيون، وابص على ايدي اقول انا ليا كامل السيطره على رجلي اللي هتتحرك تروح الحمام، ايدي اللي هتتحرك تقوم ترجع، انا ليا كامل السيطره دي، ايدي انا اللي بديها الامر. يعني ده ممكن يبدو شيء سخيف شويه، بس ده بالعكس. تمرين ده تمرين بالعكس. مع التعلم بتمسكيه وبتفهمي اللي انا ايه ده انا ما اقدرش اعمل كده. هي بتطلب الموضوع مره اللي انت تنجحي لحد ما تقتنعي ان انت فعلا تقدري تعملي كده، وبعد كده الموضوع بيتحسن. ده هو شيء مهم على فكره، هو اللي بيحصل في جلسات العلاج النفسي. طب دكتور نبيل، من البوليميا لعمليات الجراحه للتنمر، ايه تاني من المشكلات اللي بتعمل المرض ده؟ طب انا عايز اشرح الاول ايه المرض. طب يعني ايه هي اضطرابات الاكل، عشان في اضطراب اكل ما تكلمناش عنه اللي هو اخطرهم. احنا عندنا ثلاث انواع من اضطرابات الاكل، في اربعه بس احنا الثلاثه هم المشهورين. في اضطراب الشره العصبي او النهم العصبي اللي سهيلة اتكلمت عليه واللي موجودة عند ديانا شوية. واضطراب النهم العصبي هو عبارة عن نوبات من النهم الأكل. يعني ايه نوبات من النهم؟ تعريف نوبات من النهم يعني ايه؟ يعني أكل كميات ضخمة من الأكل في وقت قصير، في العادي ما يكفيش لأكل لأن احنا ناكل الأكل بتزلط. بتزلط في نص ساعة، اللي بياكل واحد تاني في ساعتين. ثم عمليات تعويضيه زي ما كانت سهيلة بتتكلم. عمليات تعويضيه ممكن تكون ترجيع، ممكن تكون ايام من الصوم، وممكن تكون ادويه. يعني في ناس بتاخد مسهلات عشان تعمل اسهال، فتقعد تعمل اسهال ميه تنزل كل الاكل اللي اكلته. في ناس بتاخد حاجات للميه لازكس عشان تعمل ادرار بول كتير كتير كتير. في ناس حتى بتوقف كمان الميه نفسها
علشان تقدر ان هي تخس. ده اضطراب النهم العصبي، اضطراب الشره العصبي. اضطراب الشره العصبي اصعب. ليه؟ لانه امتناع عن الاكل مع استخدام الوسائل التعويضيه. يعني هي بتاكلش وبترجع. ودول بقى اللي بيمتنعوا عن شرب الميه. دول اللي بيخسوا جدا 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 لما يوصلوا ل 20 كيلو و25 كيلو و30 كيلو ويسببوا الوفاه، والكلى تقع، واللي يحصل فيه هشاشه عظام، ويحصل فيه مشاكل في الاسنان. وهم كله وكل دول بيشوفوا نفسهم على في المرايه تخان. الناس اللي اللي عندهم الشره العصبي، الاضطراب فقد الشهيه العصبي، اسمه اضطراب فقد الشهيه العصبي، بيبصوا لنفسهم لو لقوا وشهم مورد يطلعوا يجروا ويرجعوا. فعلا لو لقيت مفيش هاله سودة تحت عينيها تجري تروح ترجع. طب هو ايه الممتع انها تشوف نفسها بهتانة وهالات سودة؟ هنا بقى هنخش في الاسباب. هنقول انه في عوامل جينية، زي مثلا العلاقة بين اضطرابات الاكل والوسواس القهري. اضطرابات الاكل هي في علاقة جينية بينها وبين الوسواس القهري، يعني هي فكرة ملحة غير ليس لها معنى وليست واقعية. انا بضطر ان اعملها زي غسيل الايدين، زي قفل البيبان، زي العد، زي اللمس، اقعد اعمله وانا عارفه انها ملهاش معنى. نفس الحكايه، يعني عارفه ان ملوش معنى انا اروح ارجع، بس انا مش قادر اوقف. وخدي بالك انه الناس اللي بيرجعوا بيوصلوا في مرحله ان هو بيرجعوا من غير ما يبذلوا مجهود. يعني هي وانس انها تخش الحمام تروح جسمها خلاص بالعاده، تعود بالعاده خلاص، المعده بتروح ترش اللي فيها من غير ما تحط صباعها ولا بتاع. بس كمان بيحصل مشاكل في السنان، بيحصل في تاكل في السنان بسبب الحمض. طيب نيجي بقى نقول الاسباب. قلنا الاسباب الجينيه الاول، وبعدين في اسباب بقى اسريه عائليه. من اشهر الاسباب العائليه هو عدم قبول البنت الا لو خست، عدم قبول البنت الا لو شطره، عدم قبول البنت الا لو بتسمع الكلام. فالبنت تمتص كل الحاجات دي جواها وتحس انها غير مقبوله. طب اسهل حاجه ابقى مقبول ازاي؟ اسهل حاجه بابا وماما يحبوني ازاي؟ ان انا ابقى جميله وخاسه زي البناتيت الحلوين اللي احنا بنشوفهم في التلفزيون. فتبتدي البنت تخس تخس وبيسقفوا لها، تخس وبيسقفوا لها، تخس وبيسقفوا لها، وبعدين فجاه يلاقوها بيغمى عليها، بتقع غريبه، بتقعد في الحمام فترات طويله، فيبتدوا ينتبهوا واحتمال ما ينتبهوش. علشان كده علاج اضطرابات الاكل بالاساس مبني على الاسره. يعني لا يوجد علاج دوائي محدد لاضطرابات الاكل. اكتر اضطرابات الاكل علاج سلوكي واعاده تغيير نمط النمط في العلاقات داخل الاسره. طب انا دلوقتي كأم اعرف ازاي ان انا بنتي او ابني عنده اضطراب في الاكل، وانا كابن او بنت او واحد يعني اعرف ازاي ان انا عندي اضطراب في الاكل؟ العنصر الاساسي الحاسم هو الوزن، ما في اي عنصر تاني، لانك هتعرفي ازاي انا بترجع، ممكن ما تعرفيش. فالعنصر الاساسي في يعني الموضوع يعني هنتبه لو هي بتخس او لو هي بتخس او بتزيد. العنصر الاساسي هو الوزن. العنصر الثاني هو الاكل. بتاكل كويس ما بتاكلش كويس، واقف منع الاكل، بتاكل بنهم، بقوم من النوم الاقي الثلاجه فاضيه، الاقي مثلا تورتايه عيد الميلاد خلصانه، واحنا سايبينها امبارح بعد عيد الميلاد ثلاث ارباعها موجود، فاقوم من النوم افتح الثلاجه الاقي التورتايه خلصانه، ده مش طبيعي. او الاقي مش عارف حله المحشي خلصانه، ده مش طبيعي. فلا، اول حاجه الوزن، تاني حاجه الاكل، اي حاجه تانية مش هنقدر نحسبها. دكتور نبيل، انا لو انا كلمت كل واحده من صديقاتنا الموجودين معانا عن علاقتها بمامتها ممكن تساعدني في الاسئله؟ طبعا. يعني لو انا قلت الرحمه قبل ما تخسي يا رحمه، ماما كانت دايما بتقولك انت تخنانه يا رحمه، خسي يا رحمه، ولا كانت متقبله رحمه بحلاوتها كده؟ لا، هي كانت متقبله رحمه جدا، وهي اصلا مش مع فكره الخساسان خالص. يعني هي كانت شايفه ان جسمي حلو، كانت على طول بتشجعني بده. بس المشكله كلها كانت بره، يعني البيت ما كانش ليه اثر عليا غير لما طلعت بره. الناس بقى بره، مقاساتي بره، المرايه، الصور، كل الحاجات دي هي اللي خلتني لا انا لازم اخس. وواحده واحده اتحول معايا زي ما الدكتور بيقول، بعد ما خسيت قوي ابتدى يجي لي حالات النهم، وابتديت ارجع واخش في لوب ما بتخلصش. قعدت فيها سنه ونص انا باكل معاهم، وممكن التورته تكون خلصانه. دي واحده واحده من غير ما اتحكم فيها، لقيتها فجاه انا باكل وانا مش عارفه انا باكل ليه. بالظبط زي ما سهيله قالت، بشكل حيواني بتاكلي كل حاجه. القصه دي وقفت يعني امتى خدت القرار ونفستيه؟ ابتدت لما يطلع لي حاجات فوق سقف حلقي، جروح ألسرز بتطلع من كتر ما بنرجع. فمن ساعتها بقى ابتديت احس ان هو ابتدى يبان عليا، ابتدى يبان، وابتدت ازيد في الوزن. جروح من تحت هنا كمان،
المريء كله بيبقى مجرح هنا مثلا زرقاء مسلخ والسنان بتبتدي تتاكل بالظبط. من هنا ابتديت اقول لا انا لازم اوقف, وواحده واحده ابتديت اشير القصه بتاعتي على تيك توك بغرض الاويرنس طبعا. ان في توعيه يا جماعه في حاجه اسمها اضطراب طعام. اللي انا عايز اساله رحمه, الفكره ان اي حد فينا بيبقى عايز جسم شبه حد, انت لما كنتي مليانه وقررتي انك وعديتي بالمراحل دي كلها, مين كان الدمو, مين كان المثل الاعلى بتاعك؟ المودلز الاجانب جسمهم اللبس بيبقى عليهم حلو جدا واصغر سايز, وبعدين انا كنت اكبر سايز في صحابي, فدي كانت حاجه بالنسبه لي جلد رهيبه. كنت تنزلي بتلاقي وقت طويل عقبال ما تلاقي مقاسك؟ اقول لهم هاتوا لي اكبر سايز في البنطلونات مثلا لما نقيس. يعني مش ناسيه موقف كنت بقيس بنطلون جينز وقلت لها, قلت لصاحبتي قست مقاسي 38 ما طلعش مقاسي, قلت لها هاتي لي اكبر سايز, جبت 42. فاللي هو ازاي وكل ده انا مش واخده بالي ان انا بدخل. واحده واحده بقى لما ابتديت اخس قوي ابتدى يقلب معايا بان انا خلاص, وبعد ما خسيت خايفه خفتي على اللي انت عملتيه, فابتديتي تعملي اجراءات انت مش واخده بالك منها, كومبنساتوري ميكانيزم على طول, اكل بعد كده يا اما اروح الجيم يا اما اراجع. وفي الوقت ده كله ماما ما كانتش واخده بالها انك انت ابتديتي؟ ما حدش خد باله. انا رحت قلت لهم يا جماعه انا عندي حاجه, انا باكل وبرجع, انتوا ازاي بتاكلوا طبيعي, ازاي مش تخافوا تخنوا, ازاي جسمكم ثابت, لان انا كنت رفيعه قوي, بعد كده اما ابتديت اكل وارجع المعده مش بتعرف تطلع غير 40% بس, ف 60% بيفضلوا جوه, وبتبقى كميه كبيره جدا زي ما سهيلة قالت بالظبط. يعني احنا ممكن ناكل الترابيزه دي كلها لو فيها اكل. فواحده واحده ابتديت اتخن واسالهم بقى ازاي بتاكلوا في البيت, ازاي ما بتخافوش تاكلوا يا جماعه وتتخنوا, طب ازاي بتاكلوا اكل محمر وكده. واحده واحده بقى لا يعني حسيت ان في مشكله كده وخلاص. في حد ساعدك من دكاتره التغذيه؟ رحت لدكاتره نفسيين واداني دواء كان اسمه بروزاك, وجالي بعديه بانيك اتاك سايد افكت, اخدته 3 مرات وجالي بانيك اتاك. من ساعتها وقفته وقلت انا لازم اخلص. البانيك اتاك ايه بقى؟ شفت يعني حرفيا حاجه قد كده بتولع في ستور, يعني كشفت حرق نار, ما عرفتش اتحرك وفضلت جسمي كله يترعش, قعدت ساعه ونص مش عارفه اخلص من غيبوبه البانيك اتاك, بتخيل ان النار كلها حواليا وقاعده في الارض, قعدت معرفتش اتحرك. ممكن يكون ملوش علاقه ببروزاك على فكره. انا ما قريت السايد افكتس, ما نشوهش اسم الدواء. انا قريت سايد افكتس بتاعته لقيت ان هو يعني بيجيب بانيك كومبليكيشنز, بيعالج البانيك اتاك. لما شفت السايد افكتس لقيت ان هو ممكن يسبب بانيك اتاك ممكن في البدايات. سؤال دكتور نبيل قبل ما نكمل مع بقيه البنات, التعافي يعني انت الحمد لله انتوا الثلاثه تعافيت بصراحه, هل التعافي هنا زي الادمان ممكن يبقى ليه انتكاسه؟ طبعا طبعا. انا عايز اقول بس حاجه ما قلتهاش عشان بس ما اخوفش الناس, بس 11% من اضطرابات الاكل بيموتوا, واغلبهم ليه؟ بيموتوا انتحارا او نفسيا بسبب اضطرابات الاكل. 11% وده اكتر مرض نفسي قاتل, احنا بناخدش بالنا من ده. الدرجات دي هو خطير, احنا بنتعامل معاه. واحيانا الناس بتضطر انها تدخل المستشفى عشان تاكل, عشان تعمل لها حليب وتركب لها انبوبه في مناخيرها وتتاكل غصب عنها. أيوة قطعوا الاكل تماما, بيكونوا قطعوا الاكل نهائي. بيبقى في يعني الناس اللي عايشين مع اهاليهم, انا بحس ان ده منتهى التقصير من الام مثلا ان تشوف بنتها عماله تنزل تنزل تنزل. مش انا فاكر طبيعي يا جماعه, انا فاكر ان احنا في البرنامج ده اتكلمنا مع بنت على الهواء كان عندها فشل كلوي. فاكرين القصه ديت؟ وكان وجالها فشل كلوي بسبب قله فقد الشهيه العصبي. فقد الشهيه الانوركسيا. طيب ما بيقولوا الاهل. طب الانتكاسه علشان ما تحصلش ده مهم جدا. جزء اساسي من اضطراب الاكل هو زي ما قلت من شويه عدم القبول من الاهل, عدم القبول على الا على المستوى الشكلي او على مستوى الانجاز. يعني يا اما ان انت تبقي جميله يا اما ان انت تبقي شاطره او بتسمعي الكلام. جزء اساسي من تغيير الديناميات العيله انه القبول لمجرد الوجود. واتفر اللي واتفر هي بتعمل ايه, هي حبيبتي شاطره حلوه تخينه حبايه كده. البنت دي هي نفسها محتاجة تحب نفسها وتقبل نفسها, هو ده العلاج النفسي اللي بيقوم بيه, انها تقبل نفسها وتحب نفسها وتفر هي عاملة ازاي, تخينة رفيعة ناجحة شاطرة خايبة بتعمل ايه. فكرة القبول لمجرد انها موجودة دي الفكرة, ده الكور الاساسي اللي بيتعالج عليه على اساسه اضطرابات الاكل. موضوع النهم
النهم العصبي بياخد ادويه تقلل الاكل شويه، يعني في شويه ادويه من ضمنها البروزاك او ادويه تانية بتساعد الشخص على انه يقلل الاكل. موضوع الشره العصبي بياخد دواء بيفتح الشهيه شويه علشان يقدر ان هو ياكل ويوقف التلبيه. طب انا كان عندي سؤال لديانا حقيقي عشان ما اسمعش صوتك، هنطلع فاصل ونرجع ولا بس قبل الفاصل داين عندنا فاصل؟ عندنا فاصل. طيب خلونا اسالك سؤال وبعدين نرجع نبقى نرده. ديانا يعني انت واصله لمرحله دلوقتي انا شايفاكي حابه، انت زي القمر مبدئيا بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني اموره، وواضح انك عديتي بالعمليات ودي كانت اصعب وقت في حياتك، انك تبقي حاسه انك حياتك مهدده بالخطر وكسرت انك انت تعبتي كل ده وعملتي عمليه وفشلت. فانا عايزه ارجع تحكي لنا شويه عن التجربه دي لان انت عديتي عليها. طب التجربه ديانا من الاضطراب للعمليات للمرحله الحمد لله المستقره دلوقتي، ولسه عندنا تفاصيل واسئله كتير بعد الفاصل. بنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين. اضطرابات الأكل من أزمة غذائية أو مشكلة غذائية لإزاء نفسي، ومن مشكلة في الأكل لاضطراب نفسي مشكلة كبيرة، وزي ما دكتور نبيل قال إن ده من أخطر المشكلات النفسية، وال11% من الناس اللي بيصابوا بيه للأسف بيوصلوا لمرحلة الانتحار أو الموت أو الموت من الأمراض المصاحبة. طيب أنا قبل فصل كنت سألت ديانا وحابين نسمع ديانا، أنت دلوقتي مبسوطة من نفسك، وصلتي للمرحلة دي إزاي؟ انا طبعا لما حصل لي كده درست كذا حاجه، يعني درست ارشاد نفسي، درست انتوا كلكم درستوا واضح جدا ان بسبب تجربه جيل مختلف، جيل طبعًا على طول يخش طبعًا يقول طبعًا انا عندي ايه. فانا درست كل حاجه وبرده كنت بحاول اتعافى، بس في نفس الوقت كان لسه عندي حته انزل واخس، يعني زي ما كان الدكتور بيقول اضطرابات الاكل دي حاجه بتاخد وقت وساعات بيجي لنا انتكاسه على ما احنا طبعًا نعرف نوصل لمرحله ان احنا نبقى مستريحين مع نفسنا. بس الفكره الحاجه اللي اتعلمتها ان انا بصحتي انا كويسه، انا وصلت لمرحله كنت محتاج ناس تحركني، ممنوع الاكل وممنوع اي حاجه، انا كويسه وقاعده معاك اهو بتنفس وكل حاجه جميله. دي بعد العمليه؟ طبعا. ليه؟ ايه الغلط؟ ايه اللي حصل في العمليه؟ هو العمليه كانت بتعمل بمنظار، وهو منظار كريتيكال قوي، فعمل خطا راح عمل قطع طولي في جدار المعده، فحصل ليكج او حصل تسرب من المعده خرجت بره. يعني مش عايزه احكي تفاصيل، مش عايزين نخوف الناس، بس هي للاسف الكومبليكيشنز كانت سيئه جدا. لا هو تحذير للناس ان انتوا ما تستسهلوش العمليات الجراحيه عشان في ناس كتير بتستسهل، حتى لو بالمنظار. اصل هم فاهمين ان المنظار اسهل. لا هو اخطر، هو لازم يكون دكتور شاطر جدا ودقيق وعنده ضمير، بس ما نستسهلش ان احنا ندخل الجراحه. سهير لازم نقول ممكن نروح لدكتور تغذيه ودكتور نفسي بالزبط، ونعدل سلوكنا ونعدل افكارنا. دكتور نفسي اهم بالمناسبه، لانه احنا محتاجين نفرق بين الشخص اللي عنده اضطراب في الاكل عشان كده رايح يعمل عمليه جراحيه، والشخص اللي ما عندوش اضطراب في الاكل ومحتاج يعمل عمليه جراحيه. الشخص اللي عنده اضطراب في الاكل يتعالج الاول من اضطراب في الاكل وبعدين نشوف العمليه الجراحيه، اما الشخص اللي عنده مشكله حقيقيه تستحق العمليه الجراحيه وما عندوش مشاكل نفسيه يروح يعمل عمليه جراحيه. يعني انت دلوقتي ما بتعمليش دايت؟ ما بتعمليش اي حاجه؟ انا باكل اكل هيلثي، انا درست تغذيه فانا عارفه اكل خلاص إيه. انا بتمرن، انا صحتي كويسه، جسمي قوي، انا سعيده. يعني انت ما عندكيش هاجس ان انا عايزه اخس؟ لا. مين ساعدك فرحانه في التجربه دي؟ انا ساعدتها. ماما فين؟ بابا؟ لا ما هو كانت البيت نفسه، لان انا اختي عندي توأم، اختي كانت دايما رفيعه الاموره، انا دايما مليانه، هم خايفين عليا عايزيني اخس، فانا كبرت. فماما كل شويه انت لابسه يعني حاجه تقول لك انت مليتي انت، يعني هم عايزين يشوفوني بقى حلوه وعشان لما اكبر اتجوز والكلام ده، وانا بتكلم على حاجه من 10 سنين يعني ابتدت. انا فاهمه بس امهات كتير ما بيبقوش واخدين بالهم الكلمه اللي بتطلع من بقهم البسيطه دي ممكن تكسر فين في البنت بالزبط. فانا رافضه جسمي، انا مش حابه جسمي، انا عايزه ابقى حلوه زي اختي وصاحباتي وغيره. ففضلت في ده سنين، وزمان ما كانش ولا نعرف يعني ايه اضطرابات اكل ولا صحه نفسيه ولا اي حاجه. يعني دلوقتي احنا قاعدين اهو في البرنامج بنتكلم خطوره حاجة. المقارنه لما انا نفس الحكايه نفس الكلام بيقلل من قيمه البنت، وتدور على ايه اسرع حاجه اقدر اعملها بدل ما اقعد العب رياضه، بدل ما اقعد اذاكر، لا هخش حمام ارجع شويه وابقى زي الفل.
موضوع بسيط. طب نسبة اللي بيتنكسوا قد ايه وبعد قد ايه؟ انا حاسة وليه؟ ان انا اضطراب الاكل ده زي الادمان زي المدمنين بيحصل لهم انتكاسة ولما بيبقوا كويسين بيعالجوا الاخرين. بصي ما اقدرش اقول نسبة قد ايه، معرفش ما عنديش معلومات كافية يعني، لكن اقدر اقول الانتكاسة بتحصل ليه. الانتكاسة بتحصل لنفس الاسباب اللي بيحصل فيها البداية، يعني لو حصل فيه رفض من حبيب مثلا في علاقة، او حصل فيه رفض من الاهل، او حصل فيه رفض من الاصدقاء زي التنمر مثلا، او حصل ازمة كبيرة ومش قادر اعديها، انا بروح لمسألة الاكل. ليه؟ الاتنين بيعملوا متعة بعد شوية، الاكل بيعمل متعة والترجيع بيعمل متعة بعد شوية. ايه اللي فيه متعة ده؟ احداث الالم في الذات، الترجيع الم، احداث الالم في الذات زي الكاتينج، احداث الالم في الذات بيفرز افيونات جوه مخنا. كان بيعمل لك متعة؟ متعة اللي انا اقدر اعمل حاجة وتدركها. انت برج ايه؟ عندي ايه؟ انت برج ايه؟ الاسد. ان انا اعمل حاجة وتدركها، فانا عندي سيطرة، عندي سيطرة، انا اعرف اعمل حاجة واعمل عكسها، اعرف كل اللي انا عايزاه واروح ارجعه. دي المتعة كانت جاية من هنا. طب انا عايزك سؤال، انت دلوقتي بعد الحمد لله، الحمد لله زي الفل وجسمك يجنن وكل حاجة، حسب بتعملي ايه يعني لما بتقعدي لوحدك؟ بترجع لك الافكار؟ بتأنبي نفسك في حاجة؟ بتعملي ايه؟ انا طبعا درست تغذية وبدرس دلوقتي في National Center for Eating Disorders في UK، علشان يعني انا بشتغل مع كلاينتس عندهم اضطرابات اكل، لان انا بتبتدي تساعديهم من حتة التغذية لازم. يعني انا بالنسبة لي لازم يكون اخصائي نفسي واخصائي تغذية الاتنين بيشتغلوا مع بعض. فاه طبعا بشتغل على ده، بس فكرة اللي بيرجع لي ولا لا، اقدر اقول ان ساعات دلوقتي في كلاينتس، في عملاء انا بعمل معاهم جلسات، ممكن حاجه تلمس معايا ما بيرجع ليش، بس ممكن حاجه تاثر فيها بشكل شخصي، خاصه لو القصه مشابهه، بس ما بيرجع ليش. بس ساعات ممكن لو انا بسمع بيجيلك افكار، بالظبط، اللي هو ايه ده، ايه بطني شكلها مش حلو، او ايه ده دراكز، او انا اتخنت، طب البتاع دي فيها كام سعر حراري. الافكار بتيجي بس ما عنتش بتصرف على الافكار. ليه؟ بالعكس، انا شايفاكي بسم الله ما شاء الله وشك يعني الله اكبر، ما تاثرش في اي حاجه، شعرها حلو يعني، عرفتي شعري ده كان كله وقع، بس دلوقتي خلاص انا تعافيت من 5 سنين، فالحمد لله صحتي تم استردادها تدريجيا. طب وكلكم بصراحه زي القمر، بيقولوا ربنا يكملك بقيه عمرك تعافي. ايوه، علشان نتعافى حتى لا نعود المفروض يحصل ايه؟ المفروض ان احنا ندرب نفسنا نتعامل مع اوقات الضغط النفسي، سواء كان الضغط النفسي ده ناتج عن ضغوط عمل او ضغوط حياه او رفض، ان احنا نتعامل معاه بطريقه مختلفه عن الاكل. يعني نتعامل معاه بان احنا نكلم حد، نخرج نعمل حاجه لطيفه لنفسنا من غير ما نلجا للاكل. الحاجه الثانيه ان انا ادرب نفسي زي ما كانت سويلة بتقول، ادرب نفسي طول الوقت على ان انا استمر في التدريب، على ان انا اخد مسافه بين الفكره والفعل. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا زي الاولى بالظبط، ان انا اخد الفيدباك، اخد بيسموها التغذيه الراجعه او المحبه او اخد التقدير، خلينا نقول اخد التقدير من اشياء كثيره 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 جدا، اهمها مساعده الناس زي ما هي بتعمل. كلهم بيعملوا اكتر تقدير للذات من مساعدة الناس هو أقدر شيء هيحمي الإنسان من العودة. وممكن أقول حاجة زيادة، ودي مش ليكو، لكل أم بتتفرج علينا، ممكن أقول لها إن أوقات لما بنيجي ننزل مع بناتنا وهم رايحين يشتروا لبس، أنتي بالنسبة لهم الحاجة اللي هم بيحسوا إن هم أميرات لما بيلبسوا قدامك اللبس الجديد أو في أوضة القياس. فأرجوكي كل أم النهاردة بنتها بتناديها ماما إيه رأيك، نقي الكلام اللي هتطلعيه من بقك، حتى ولو اللبس مش حلو على بنتك ما ينفعش أول حاجة تقوليها لها مش حلو، قولي لها أنا شايفة اللون التاني يبقى أحلى، أنتي لونك طفى وشك، أنتي أحلى. لازم صح. في أمهات أنا بشوفهم في أوضة القياس، إيه القرف ده، أنتي تخنتي، لا 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 ده مبين، ده الكلام ده بيعمل جروح غير طبيعية في بناتنا. أرجوكوا 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 حطوا الكلام ده في دماغكوا وافتكروه من أسوأ ما يمكن إن أقول لبنتي أنت تخنتي. كسرة، بنحبكم كسرة وسعداء بناتنا كلها زي القمر، وانتوا كلكوا زي القمر إن شاء الله تبقوا أقوية على طول.
تدوا القوه للاخرين وتعلموا الاخرين يبقوا ازاي اقوياء. شرفتونا ونورتونا البنات الجميلات ودكتور نبيل. وزي ما دكتور نبيل قال لا للمقارنات، القبول ايا مكان الشكل والوزن واللون، ايا مكان في نجاح ما فيش نجاح، مبهره غير مبهره، احنا صح. نقبل ولادنا زي ما هم لان وجودهم هديه من ربنا بالزبط. زي بالزبط. ما هم ما نعملش صح. مقارنات وننتبه لفكره اضطراب الاكل لانه طلع حاجه خطيره جدا جدا وكبيره جدا جدا ومهمه جدا جدا. فنرجو درجه وعي ودرجه انتباه كبيره جدا عند الاسر، وربنا يكتب لكم الصحه والعافيه. حلقتنا لسه مكمله، نشوفكم بعد الفاصل. وقعت شركة التعمير العربية الرائدة في مجال التطوير العقاري عقد شراكة مع مجموعة سواس بال هوتيل انترناشونال. سيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم لحدث المهم الذي يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا سعداء اليوم بالتواجد في توقيع الشراكة مع سواس بال في مشروعنا ريفان بالعاصمة الإدارية. سواس بال هوتيل انترناشونال، العلامة التجارية الرائدة في إدارة المجتمعات الفندقية للإشراف على تنفيذ وتصميم مشروع سواس بال ريزيدنس ريفان، الفندق الفاخر في العاصمة الإدارية الجديدة. شمل المؤتمر توقيع أول شراكة بين فندقنا سواس بال ريزيدنسس والمجموعة المالكة مجموعة التعمير العربية. تكمن أهمية هذه الشراكة بكونها تشمل أول ممتلكاتنا في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. إنها خطوة أولى في رحلة طويلة الأمد، وأنا على يقين أن هذه لن تكون آخر شراكة نوقعها. حين تحاول الدخول إلى أحد الأسواق يجب أن تكون أكثر حذراً في اختيار شركائك الذين ستوقع معهم، فهذه عقود تستمر إلى عشرات السنوات، ويجب أن تتأكد أنك برفقة الشركاء المناسبين. فقد لبت مجموعة التعمير العربية كل متطلباتنا لأجل توقيع العقد، ونحن سعداء لتوقيعنا هذه الشراكة. احنا المشروع من اول يوم احنا بنبيعه ان هو بيقدم خدمات فندقية branded by سويس بال. احنا من اول لحظة ما بندخل الوحدة بتاعتنا احنا كأننا قاعدين في اوتيل، من اول الامينيتيز الفاسيليتيز الخدمات اللي انا بقدمها من جوه الاوضة او في المشروع كله. ونعتبر هذه ان شاء الله انطلاقة قوية مع شريكنا الجديد في العاصمة الادارية، وبإذن الله لدينا خطة مستقبلية ان شاء الله للتوسع في هذا المجال. جات تحية مرة تانية لكل المشاهدين، لسه حلقتنا مستمرة. والعاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية واحدة من المشروعات اللي نقلت مصر لعالم المدن الذكية، واستطاعت انها تكون بوابة الحكومة للاستثمار الأجنبي، واللي أصبحت قاطرة للاستثمار العقاري على مدار 100 سنة مقبلة إن شاء الله. بتضم أكبر المشروعات السكنية والتجارية، وطبعا بعد ما بتنقل أو تم نقل تقريبا جميع الهيئات والوزارات الحكومية في العاصمة الإدارية، بقى اتفتح المجال للاستثمار والمستثمرين بقوا بيتسابقوا على العاصمة الإدارية. وبخبرة تفوق 25 سنة في السوق العقاري المصري والدولي، شركة التعمير العربية بتعتبر أحد أهم عملها الموجود بالعاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع سويس بال، وهي المشروع السكني المتكامل بمنطقة ريفان، واللي بتضم حوالي 500 وحدة سكنية فندقية، وتم الانتهاء من 25% من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مشروعات ريفان إن شاء الله، وأعمالها في الطريق. والشركة شركة التعمير العربية عايزين نعرف عنها حاجات كتيرة جدا ونسأل أسئلة كتيرة جدا، وعشان كده احنا منورنا اتنين مهمين
جدا، ويسعدنا ان هم يعني منبر الستات هو المنبر الاعلامي اللي اختاروه علشان يتكلموا ويعلنوا عن المشروع. منورنا استاذ راني الحمصي، متخصص في تصدير العقار المصري بالخارج بشركه التعمير العربيه. اهلا بحضرتك. شكرا شكرا يا سيدي. والاستاذه الجميله فاطمه ابراهيم، الاناقه والالوان الحلوه دي من فريق مبيعات شركه التعمير العربيه. اسعدتونا ونورتونا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضراتكم، نورتونا وشرفتونا. فاطمه، لو عايزين ندي معلومات سريعة عن شركة التعمير العربية وحجم أعمالها عشان بس كل المشاهدين يبقوا عارفين إيه هي شركة التعمير العربية. طيب بصي، إحنا في البداية شركة التعمير العربية هي شراكة مصرية سعودية ما بين المهندس مرزوق منصور والمهندس سالم السديس. سابقة أعمالنا كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، بنساهم في أكتر من مشروع ضخم جدا. المشاريع بتاعتنا منها زي سلسلة فنادق إلاف اللي موجودة في السعودية، شركة رزيق الجدراوي دي شركة مقاولات كبيرة جدا مصنفة فئة أولى في السعودية، وهي اللي بتبني أوريدي المشاريع بتاعتنا. منفذين أكتر من 18 مشروع زي مثلا مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، جامعة الملك فهد، جامعة أم القرى. لما نزلنا مصر حبينا نعمل حاجة مختلفة تبقى يونيك مش موجودة في العاصمة بالتحديد. زي ما سهير ذكرت من شوية، احنا كنا بنتكلم في ان انت العاصمة دلوقتي نقلنا فيها كل الوزارات والحكومات، كل الخدمات بالضبط. فهي بقت توجه الدولة الفترة الأخيرة، هي الاستثمار كله متوجه ناحية العاصمة الإدارية، ما بقاش وجهة نظر حد فينا، هو شئنا أم أبينا بقت توجه الدولة بقى واقع بالضبط كده. فكان بناء على كده احنا نزلنا نختار قطعه ارض مميزه جدا، فدخلنا جوه العاصمه الاداريه وبالتحديد في منطقه الار 7. منطقه الار 7 دي احنا واخدين قطعه الارض المميزه في سنتر الار 7 بالظبط. قطعه الارض دي هي على اعلى تبه موجوده، فبنبقى شايفين الفيو اكتر بتاع الار 7، وما بين اكبر حديقتين مركزيتين موجودين، الحديقه المركزيه والحديقه الجنوبيه. فده اداني سبيس وميزه كاريفان ان انا بقيت شايف الفيو اكتر، ما عنديش حاجه اسمها باك فيو، بقيت الفيو اللي بره شايف السنترال بارك او ساوث بارك، والفيو اللي جوه شايف البلازا فيو. وطبعا الكومباوند زي ما اتكلمت ان هو حاجه يونيك، هو سيرفيس ابارتمنت بالكامل، ان احنا بنتكلم ان هو المتشطب بالتكييفات بكل حاجه. عاملين كلاب هاوس فوق كل مبنى. كلاب هاوس دي طبعا لو شفنا هنلاقيها بتنفذها بره اكتر، مش موجوده في مصر، ان احنا عاملين كلاب هاوس فوق كل مبنى بيكون فيه الجيم والسبا والجاكوزي والبول عشان ياخد الفيو كله بالظبط كده. وفي نفس الوقت ان احنا بنقلل من الكثافه، ما يبقاش كل السكان نازلين كلاب هاوس واحد بس. هي دي تكلفه اكبر علينا، بس احنا عملنا كلاب هاوس فوق كل مبنى بحيث ان كل بيسيرف على المبنى الواحد. دي تقريبا دي كل التفاصيل بتاعه الكومباوند. دي افكار هائلة جدا وجديدة كمان. أستاذ راني، المشاريع دي إزاي تقدر تساهم في نمو السوق العقاري المصري وتشارك في النمو الاقتصادي بشكل عام؟ طيب سيداتي، أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، نحن كشركة تسويق عقاري ومتخصصة بتصدير العقار المصري للخارج، عندنا ميزة بسوق العقار المصري هو تنوع المنتج العقاري، بمعنى أنه نحن عندنا الإداري، عندنا التجاري، عندنا الطبي، عندنا السكني، وعندنا الساحلي متمثل بالساحل الشمالي والغردقة والعين السخنة. طيب اليوم داخل على السوق المصري منتج جديد، الحقيقة هو موجود برا بس جديد بالسوق المصري، هو الاستثمار الفندقي. اليوم الاستثمار الفندقي إذا نحن بناخد بعض الإحصائيات، مصر اليوم عم تستقبل بحدود 13 مليون سائح بالسنة. التارجت تبع مصر ب 2030 رح يكون 30 مليون سائح. عدد الغرف الفندقية بمصر اليوم 250 ألف غرفة فندقية، ب 2030 لازم يكونوا 500 ألف غرفة فندقية. طيب هذا النوع من الاستثمار رح يشجع المستثمر الأجنبي أنه يستثمر بهذا القطاع، ورح يشجع كمان السائح، رح يلبي السائح اللي رح يجي على مصر، وهذا بالنهاية كله رح يصب بنتيجة واحدة اللي هي نمو الاقتصاد المصري، فمن خلال استقطاب المستثمر الأجنبي اللي بده يشتري عقار وخاصة العقار الفندقي يحطه بالاستثمار أو يستخدمه هو بإجازته بمصر، أو من خلال استقباله للسائحين المتوقع أنه تزداد عددهم بالفترة القادمة.
فبالمجمل هو هذا التأثير المباشر لهيك نوع من المشاريع بالسوق العقاري المصري. طب أنا عايزة أتكلم عن الشراكة بقى، الشراكة مع مجموعة زهن يعني مع مجموعة سويس بال هوتيل انترناشنال للعلامات التجارية، الشراكة دي جت ازاي او هتساعد ازاي او هتنمي ازاي السوق المصري؟ طيب بصي، احنا زي ما اتكلمت في البداية ان احنا اختياراتنا لقطع الاراضي بتاعتنا وللمشروعات بتاعتنا من انشاءات من شكل تشطيب من كل حاجة، فكان لازم اختيارنا للأوتيل اللي هيجي يمسك المرحلة الأخيرة بتاعتنا يبقى اختيار مميز بالضبط كده. فسويس بال هوتيل انترناشنال من أبرز الأسماء الموجودة على مستوى العالم في إدارة الخدمات الفندقية، بيدير أكتر من 125 فرع في أكتر من 25 دولة. طبعا أكيد كلنا عارفين إحنا الفترة الأخيرة لما بنبقى نازلين عايزين ننزل أوتيل أو حاجة بنفتح البوكينج أو أي موقع من التواصل بحيث إن إحنا بنشوف التقييمات بتاعتنا والحاجات دي كلها. التقييم بتاع سويس بال هوتيل هو واخد ريت بنتكلم في من 8.9/10، فده تقييم مميز جدا، والكومنتس نفسها برضو على الأوتيل من الزائرين مميزة جدا. فده بالنسبة لاختيارنا لسويس بال هوتيل، ان احنا كنا حابين ان هو يضيف لمسيرة نجاحاتنا وانجازاتنا في السوق. ايه الفنادق اللي هو بيديرها او سويس بال هوتيل؟ هو سويس بال هوتيل هو اكتر من حتة في اكتر من دولة، هو سويسري. سويس بال هوتيل هو سويسري، فهو بيدير اكتر من فرع، هو الاوتيل نفسه اسمه سويس بال هوتيل، فليه اكتر من كذا فرع 125 تقريبا. اول مره يبقى موجود في العاصمه دي، الفرع ليه بالظبط، ودي حاجه طبعا مميزه جدا بالنسبه لنا. حتى كل التقييمات دي تقييمات بره بره مصر، فده بالنسبه لنا بيجذب السياحه اكتر العاصمه الاداريه. وده بالنسبه لنا ان العاصمه الاداريه هتبقى على يعني اولويات السياحه العالميه. طبعا. أعتقد أن هدف مهم من أهداف المشروع هو ده. صحيح. هلأ شكرا للسؤال أول شيء، لأنه هذا السؤال مهم جدا، وهذا بيأخذنا لمكان تاني شوي مختلف. اليوم العاصمة الإدارية يروج لها هي مكان تطوير عمراني، ولكن الحقيقة اللي عم يصير بالعاصمة الإدارية هو أكثر من تطوير عمراني. المشاريع العملاقة ومش مشاريع العملاقة هي الشيء الميجا بروجكتس اللي عم يصير بمصر أو بالعاصمة الإدارية، مثل مسجد مصر، مثل البرج الأيقوني، مثل النهر الأخضر. هدول شيء ما تكرر على مستوى العالم، في شيء مميز موجود بالعاصمة الإدارية ما أنا موجود على مستوى العالم. طيب فندق مثل سويس بيل اللي أخذ ريتينج 8.9 مثل ما ذكرت فاطمة، ومن كم ريفيو، من 800,000 ريفيو. هذا 800,000 ريفيو معناته نحن عندنا 800,000 يوزر، 800,000 جيست دخل استخدم سويس بيل واجا عمل ريفيو، فهذا رقم كتير عالي. معناته نحن في عندنا اوتيل له مصداقيه عالميه عاليه. طبعا علاقتنا مع سويس بيل هي علاقه شراكه وليست علاقه تشغيل، ليس عقد تشغيل، نحن شراكه. بمعنى ايه؟ نفهمها اكثر. يعني سويس بيل متدخل بتفاصيل، اللي نقول التفاصيل الانشائيه، التفاصيل الخدميه والالوان والتصميم تمام، لانه بالنهايه هو راح يشغل ويدير هذا البروجكت. حتى كمان الشقق الفندقيه، حتى هي الشقق الفندقيه غير الفندق والشقق السكنيه، لأن الشقق السكنية مثل ما يمكن، ما أنا قصدي أقول السكنية بخدمة فندقية تحت إدارة خدمة فندقية، تحت يعني إدارة خدمة الإدارة دي موجودة برضو سويس بيل. برضو سويس بيل يعني يمكن فاطمة تحكي أكثر مني بهذا المجال، ولكن أنا بدي أحكي بنقطة مهمة جدا. وجود سويس بيل باسمه الكبير بتقييمه العالي بالعاصمة الإدارية بلوكيشن قريب من المسجد، قريب من البرج الأيقوني، قريب من النهر الأخضر، قريب من منطقة الدبلوماسية، هذا راح يكون إضافة كتير كبيرة. دي عوامل قوة وعوامل نجاح. ده اللي خليني أسأل فاطمة، إيه اللي خليني أجيلك وما روحش الحاجة التانية من حيث المساحة والتصميم يعني والرفاهية؟ إيه اللي مختلف عندك؟ طيب بصي، مبدئيا هو كل اللي انت قلتيه ده هي باكج على بعضها. احنا بالنسبه لنا ليه تشتري عندي، خلينا نتكلم في ثلاث محاور رئيسيه. اول حاجه المصداقيه بيني وبين العميل.
اي حد بيبقى عايز يروح يشتري حاجه لازم يبقى شايف الشركه دي عملت ايه قبل كده، هي بتبني ازاي، نسبه انشاءاتها عامله ازاي، الديزاين والفينش بتاعها عامل ازاي. فاحنا الحمد لله في الموقع بتاعنا احنا عاملين موكب مبنى كامل، ان الموكب ده بيقدر يبين له مواصفات التشطيب وشكل الانشاءات، والكلاب هاوس كمان بنيني الكلاب هاوس عشان يبقى بكلمه في حقائق مش بكلمه في حاجه فيما بعد او بالظبط كده. فانا بكلمه حاجه على ارض الواقع ان هو يقدر ينزل يشوفها ويتفرج عليها. في نفس الوقت احنا سلمنا في عملاء سلمناهم، الاستمات عندنا اقرب حاجه في 6 شهور. فالحاجات دي كلها بالنسبه للعميل يعني اوريدي المشروع فيه تسليمات، في تسليمات احنا لسه المشروع شغالين فيه، بس في عشان ناس اشترت منه من فتره ففي تسليمات اتسلمت مثلا من شهرين تقريبا، والفتره اللي جايه في خلال 6 شهور هيبقى في تسليمات تانية. اوكي تمام. دي بالنسبه للمرحله اللي موجوده. دي اول حاجه بالنسبه للمصداقيه، لازم يبقى في مصداقيه بيني وبين العميل. تاني حاجه طبعا سهوله الوصول، ان المشروع بتاعي لازم يبقى متشاف. زي ما اتكلمت من شويه ان انا قطعه الارض بتاعتي في نص الار 7، فنص الار 7 دي ان هي خلتني على اعلى ربوه، فبقيت شايف الفيو بتاع الار 7 كلها، والاوتيل بتاعي نفسه متشاف. طيب انا بس عايز اسال استاذ راني في حاجه مهمه جدا تخص المواطن المصري. يعني احنا كناس بنحب نشتري، احنا العقارات بتهمنا جدا واحنا بنحب نشتري عقارات، فانا عايز اعرف هل الاسعار عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، طريقه التسليم، هل في مده تقسيط للوحدات ولا لا؟ يعني كلمنا اكتر شويه عن لو حد عايز يشتري حاجه في المشروع. جميل. نحن في شيء اسمه بعالم العقارات هو قرار الشراء. انا ايمت باخذ قرار الشراء؟ باخذ ثلاث او كذا محور بيأثر بقرار الشراء عندي. خليني اخذ لك اياهم بالتفصيل وما راح طول كثير. القرار الاول هو اللوكيشن. وبدي اشتري عقار لازم يكون لوكيشن ايزي تو اكسس، وصول له سهل، موقعه جنب جامعه، جنب مدرسه، جنب حديقه، جنب مول، يعني قريب من خدمات. اوكي. وهذا بالنسبه لنا ريفان ريزيدنس بيحققه. الموقع العامل الثاني اللي هو عامل المصداقيه، انه انا الشروط الهندسيه والانشائيه اللي تعاقدت عليها لازم هي اللي انا بدي استلمها، بلس مرونه السعر ومرونه البيمنت بلان. في تقسيط اكيد على كم سنه؟ انا اسفه، دي الميزه بقى ان احنا المشروع دلوقتي بنتكلم في المراحل اللي فيه نسبه انشاءاتها واصله ل 90%. طبعا المرحله الاولى والثانيه الاستلامات عندنا من اول 6 شهور لحد 4 سنين، البيمنت بتوصل لحد 8 سنين. فان احنا ممكن نبقى بنسلمك مثلا حاجه دلوقتي انت في خلال 6 شهور ممكن تستلمها وانت بتقسط، فدي حاجه مميزه جدا. لا يعني هو واضح جدا ان المشروع انا بدي اضيف نقطه، عذرا المقاطعه، بدي اضيف نقطه بالنسبه للسوق الاجنبي وهي شغلة كتير مهمة. لما المشروع بيتسلم متشطب تشطيب كامل هذا عامل جذب كتير كبير للمستثمر الأجنبي، بمعنى أنا بستلم الوحدة تبعي إما بسكنها أو بوضعها بالاستثمار مباشرة out of headache، وده متوفر hassle free تماما، هذا متوفر وهذا نقطة جذب للمستثمر الأجنبي اللي يشتري بالعقار. احنا حاولنا نفهم يعني النيد بتاعة العميل بتاع العاصمة، ان احنا حاولنا نلبي الاحتياجات كلها في حاجة واحدة. الكومباوند متقسم لجزء سكني وجزء استثماري اللي هو الأوتيل الغرف الفندقية، وكمان في المول، في كوميرشال، وفي عيادات طبية. شيء رائع. احنا بنشكركم ميرسي جدا جدا على وجودكم معانا ونورتونا، واكيد المشروعات وكتير من المشروعات التانية هتبقى بنفس المستوى. واهم حاجة ان العاصمة الإدارية مكان متميز جدا لإقامة المشاريع ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافة. شكرا استاذ راني. شكرا استاذة فاطمة. بشكرك سهير، بشكر كل مشاهدينا، ونشوفكم بكرة ان شاء الله. ان شاء الله دمتم بخير، نشوفكم على خير، وبكرة يوم جديد وستات على النهار، نشوفكم على خير.